بتاعتها، وبالتالي الكميه اللي انت بتستوردها من الخارج. فدول العنصرين يعني الاساسيين في بلدنا. هل حضراتكم مستعدين ان انتوا تناقشوا ان في حاجات الناس واقفه عندها؟ يعني اكيد حضرتك رصدت انه رد الفعل الناس ما كانش ايجابي قوي لهذا الامر، مش لانه يعني طبعا هنتكلم في السلع والخدمات، ولكن لانه الناس كان في تعهد من فتره انه لن يكون هناك رسوم اضافيه، يعني الناس قالت كده، قالوا والله انتوا قلتوا لنا انه لن يكون هناك رسوم اضافيه، دلوقتي في رسوم اضافيه والناس ما وقفتش عند ايه هي الحاجات، يعني هنتكلم في الحاجات بعد شويه. لا هو للاسف يعني اللي تم عرضه ادى الانطباع في هذا، يعني هدي مثال، بعض الناس قالوا ايه؟ قالوا ده فيه فرض رسوم على الاجهزه المحليه. سلع المعمرة أو السلع المعمرة. فطبعا اللي أرى النسخة تمت عرضها على لجنة الخطة والموازنة اللي هي مستشفى الحكومة مش هيلاقي فيها الحجم. برضو ناس قالت يبقى احنا بنوضح للناس بشكل قاطع، أنا آسف بس أن أنا بقطع حضرتك، إنه السلع المعمرة ما عليهاش زيادة خالص، ما فيش عليها أي رسوم. أيوه. وبرضو اتكلموا على المياه الغازية، برضو ما فيش عليها أي رسوم. أيوة. وبرضو بعض الناس كانت اتكلمت على والله المكياج والبرفانات برضو مش موجودة وما عليهاش أي رسوم إضافية. فبالتالي في لغط.